كارثة والتي ولكن لم أرى ذلك أبدا في حياتي. جنازة مثل هذه الجنازة وكلمات الشكر وتكريم للاعب مثل بيلي ومتحف، هل هذا شيء طبيعي وتقليدي أن نشاهد متحف للاعبين البرازيليين في بلدهم أو مدنهم؟ هذا ليس شيء معتاد. بطبيعة الحال هنالك من يجعل غرفة مخصصة في بيته للقاضي، ولكن متحف كهذا المتحف هذا ليس تقليدي. ولكن عندما نتحدث عن بيلي فبيلي يستحق ذلك، لأن بيلي هو شخص مهم ولكل من يعشق كرة القدم. نحن الراحل بيلي كما تحدثنا، جياني إنفانتينو لا يزال داخل فتح التابوت لكي يتسنى للزوار إلقاء هذه التحية الأخيرة. هذا الجثمان الذي منته توفى يوم الخميس، اليوم نحن يوم الاثنين، ومن ثم هناك 24 ساعة إضافية سيبقى جثمان بليف تحت هذه الخيمة ليتسنى للزوار أن يكونوا بهذا المكان وأن يلقوا هذه النظرة الأخيرة عليه. وكما نرى عملية دخول هادئة، رسائل كثيرة، هناك أكاليل من الزهور أرسلتها وأرسلها العديد من الجهات، واحدة منها نيمار الذي نشأ بهذا وبدأ مشواره الكروي بهذا النادي قبل حوالي 10 أعوام أو 12 عاما. ومن ثم هناك رسائل كثيرة، فيفا أوري، فليعش الملك. من ثم هناك هذه الصورة لبيلي وهو يحيي الجمهور برقم 10. النادي بالمناسبة قرروا أخيرا أن يتم استمرار باستخدام رقم 10 في التشكيلة الأساسية للنادي، فبالتالي هذه الفكرة التي كانت مطروحة قبل أيام بأن يسحب هذا الرقم من تشكيلة النادي لن تحدث، أن الرقم سيستمر ضمن التشكيلة، لأنه هذا ما أراده بيلي تحديدا ضمن وصيته. لكن سؤال آخر أود أن أطرحه على باتريسيا، وهو باتريسيا بيلي ديزاين باتريسيا بيلي ديزاين صمم هذه الجنازة، أين سيدفن؟ هو أراد بأن يكون كل شيء في هذا اليوم كما كان يريد أو كما كان يخطط لها. نعم، هو زار المقبرة التي سيدفن فيها وطلب بأن يكون هنالك مكان في الطابق التاسع حيث رقم والده عندما كان يلعب كرة القدم، ولكن سانتوس والعائلة أجروا بعض التغييرات. الآن هو في الطابق الرابع ليكون من السهل للجماهير أن يزوروا بيلي، ويقدر أيضا الجمهور على أن يزور المتحف الخاص به. ولكن هو أخبر العائلة بأن تكون جنازته هنا في سانتوس. كما قلت هو ولد في تريس كوراسويش، ولكن هو في النهاية ينتمي إلى سانتوس حيث المكان الذي برز فيه، ووالدته أيضا لا تزال تعيش هنا. لا أعرف مدى بعد منزل والدته، ولكن ماذا عن العائلة؟ ماذا عن عائلة بيلي؟ والدة بيلي هي السيدة سيليستي، وهي الآن في عمر 100 عام، ولديه شقيقة أيضا ولويسا، وشقيقه توفى قبل عامين، ولديه 6 أبناء. في قادم النشرات أود أن أشكر أيضا نجم الدين درويش صحفي قناة بي إن سبورتس على مشاركتي في هذه التغطية. شكرا لك نجم الدين. شكرا لك.